احنا طبعا بالنسبه لموضوع الجمهوريه الجديده، احنا حبينا يعني ندعم طبعا توجيهات السيد رئيس الجمهوريه وعممناها على الطلبه حتى عندنا في المدارس. بدانا نوضح لهم الانجازات اللي تمت وايه هي الجمهوريه الجديده ومعناها، وده اللي احنا جسدناه في صوره عمل مسرحي بيتم عرضه النهارده اليوم للاجيال دي، تفهم يعني ايه جمهوريه جديده وتعرف ايه الكلام ده وتعرف. التعليم هو اللي هيعلي من الجمهوريه الجديده. نظام التعليم اللي هو في كتير من اولياء الامور معترضين عليه، انا ضدهم، لان النظام ده النظام بيخلي الطفل غير، يعني الطفل ما بيحفظ حفظ 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 يعني تلقين اكتر من ان هو بيشغل مخه. اعتراض ولي الامر دايما عليه عشان خاطر هم عايزين الحفظ، عشان احنا هندخل نحط الكلمتين في الامتحان والامتحان خلص. هو مش كده، يعني لو ابتدينا نخلي الطفل يفكر ويفكر صح، اللي هو بنعمله دلوقتي في كي جي 1 وكي جي 2، بيطلع طفل شغل مخه. انا عاوز اقول طبعا قبل اي شيء بامانه، المعاهد القوميه من المدارس المحترمه جدا جدا في مصر، واللي يعتبر من المدارس المتميزه الحمد لله، وبتقوم بدور عالي جدا جدا فينا في الناحيه التعليميه. والرساله النهارده بتقول لكل دول العالم اولا وللشعب المصري الكل، الجمهوريه الجديده الحمد لله بقياده السيد الرئيس المحترم المحب لشعبه والاهله الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا كل يوم الحمد لله بنحس بتطور جديد، كل يوم بنحس بان في حاجات جديده بتتم في البلد. احنا جايين النهارده نحضر العرض بمناسبه الجمهوريه الجديده. انا بنتي في كي جي 2 ومشاركه في العرض، وطبعا جايين نحتفل معاها يعني، ودي تقريبا اول مره نحضر حفله خاصه بالمدرسه. فبس انا شايف ان كل الكواليس والبتاع بتقول ان هي هتبقى حاجه كويسه يعني. طبعا في فكر جديد في التعليم، يعني هو هيبقى صعب شويه على اولياء الامور ان هم يفهموا ان في فكر جديد شويه ان احنا نتقبله، بس هو في فكر جديد دلوقتي ان احنا بنحاول نطور ان الاولاد يبتدوا يفكروا اكتر من هم يحفظوا. ده هياخد وقت شويه، يعني هيبقى في المرحله اللي هم فيها دي هناخد وقت عقبال ما نستوعب الفتره دي ونحاول نعلى بالخطوة في تطور التعليم. أنا شايف إن إحنا بنتطور، إحنا النهاردة كنا بنختلف عن زرعة وحصدة والمناهج اللي إحنا كنا بناخدها الأول، لا النهاردة في تطوير أكتر بيتم بكده. النهاردة بنشوف الوزير بيروح زيارات، كان لسه قريب موجود في فنلندا، بننشوف الخبرات اللي موجودة بره وبننقل ده. أكيد التعليم اتطور عن زمان وفرق ملاحظ كمان، بس محتاجين بس شوية حاجات بسيطة يعني ممكن نحسن بيها، زي إنترنت مثلا يبقى أقوى، المدرسين يكونوا متمرنين اكتر، بس انا شايف ده هيبقى مناسب يعني. التعليم احسن بكتير. من ايه الاحسن؟ مستوى المدرسين بقى احسن، وانا يعني بقيت افهم منهم اكتر من زمان، يعني زمان ما كنتش بفهم، والسنه دي بقيت اجيب درجات اعلى من زمان قوي، والتعليم اتطور فعلا كتير. انا كولية امر مبسوطه جدا ان انا اشارك في احتفاليه الجمهوريه الجديده، لان مش بس بتبني منشآت، هي بتبني الانسان وبتطور التعليم.